أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نازلنا مع سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحن على وجه التحديد مع قوله تعالى وعملوا الصالحات، ويتجدد معها اللقاء ليأخذ الحديث عن وعملوا الصالحات صورا متعددة وتفسيرات متنوعة، كما أشرنا إلى الفرائض والنوافل والبعد عن المحرمات والمكروهات، وأشرنا إلى نماذج قرآنية وعملوا الصالحات فيما ذكره الله عز وجل من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وصايا الغراء في سورة الإسراء، صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، وصايا القرآن على لسان لقمان، كذلك صفات المتقين في آية الذكر المبين. كل هذا من جنس وعمل الصالحات تفصيل لهذا الإجمال وذلك المجمل. ثم ذكرنا أيضا وعمل الصالحات في أن الإنسان يؤدي الفرائض ومعها النوافل، فذكرنا نماذج الصلاة بفرائضها ونوافلها، والزكاة المفروضة، وصدقة التطوع، وصيام رمضان المفروض، والسنن النبي عليه الصلاة والسلام في بقية العام، والحج المفروض مرة في العمر، وكل من قدر أن يؤدي الحج تكرارا ومرارا تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، نسأل الله من واسع فضله. أيضا وعمل الصالحات بدأناها أمس مع سورة أخرى، بدأناها مع يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، استيقاظه المبكر صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه وقت السحر، وتعليمه لنا أن هذا من أوقات الاستجابة، وأن الله عز وجل يعرض على عباده من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يسألني فأعطيه، ويظل ربنا يعرض هذا على عباده حتى يطلع الفجر. فهذا من جميل الأعمال الصالحة، ولا يفعله إلا الصالحون، مع صلاة ركعتين أو ترى متأخرا، والوتر كما يكون في أول الليل يكون في آخره، واجعلوا آخر صلاتكم وترا. ثم كيف هو يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند دخوله لقضاء الحاجة يدخل بالرجل اليسرى قائلا أعوذ الله مني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواية أخرى زادت البسملة، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قضى حاجته وخرج ليخرج برجله اليمنى قائلا غفرانك. ثم هو إذا أراد أن يتوضأ قال البسملة في أول الوضوء بسم الله، فإذا
أوشك أن ينتهي من الوضوء، قال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، ثم هو يختم وضوءه بهذا الدعاء وبهذا التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. لا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم إما أنه يعني لم يحن الفجر بعد فيصلي ركعتين سنة وضوء وبنية قيام ليل، أو حان الفجر فتكون سنة الفجر. كذلك هو ينزع ثيابه التي كان نائما بها قائلا بسم الله الذي لا إله إلا هو، يلبس ثيابه التي سيخرج بها إلى الصلاة آخذا زينته، كما قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما يعمل مثل الناس اللي يناموا بالإمجامة ويجوا بها الجامعة ويشوف أوحش حاجة عنده يجي بها المسجد، إنما خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيلبس ثيابه ويتطيب، وهو إذ يلبس ثيابه يقول: الحمد لله الذي ألبسني هذا وكسني من غير حول مني ولا قوة. فإن أكل تمرات مثلا يعني من باب أنه يبادر بهذا، وهذا وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن يأكل تمرات أو تمرات باللبن حليب، طبعا في هذه الحالة هيقول بسم الله ويحمد الله في آخر هذه الوجبة الخفيفة التي قد تكون تمرات وترا وقد تكون تفاحة على طريقة الأطباء الذين ينصحون بمثل هذا، يأخذ تفاحة فيحمد الله عز وجل عليها قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. يا نعم سبحان الله، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. قرأت طريفة لطيفة صبيحة هذا اليوم، قال: ميكروب لا يرى بالعين المجردة جعل الناس في البيوت، وزلزال أخرج الناس من البيوت، فسبحان من بيده الأمر، ليتنا نعود إلى الله ونلجأ إليه. فإذا أراد الإنسان أن يشرب شرب جالسا قائلا بسم الله، يتنفس مرتين أو ثلاثا خارج الإناء، يقول الحمد لله في نهاية الشرب: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا وجاجا بذنوبنا، لأنه أصل في ماء الأمطار هذا أنه طالع من البحار والمحيطات مالح، لكن في محطة تنقية ربانية تجعله ينزل عذبا: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن، والمزن يعني السحب الثقيلة المحملة بالماء والثلوج، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا شديد الملوحة مع المرارة. يبقى نفسك تنزل البحر وتستحمى، بس متضايق ان الميه المالحه دي تيجي على بقك. الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. ثم انت تريد الخروج من البيت فتخرج برجلك اليمنى: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، أو بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. طبعا
تطهرت في بيتك وخرجت لا تريد إلا الصلاة، فكل خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة ويمحى عنك بها سيئة أو ترفع بها درجة، حتى تصل إلى المسجد لتدخل المسجد زائرا لربك، فتدخل برجلك اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إن كنت صليت تحية المسجد، إن كنت صليت سنة الفجر في البيت فأدي تحية المسجد لا بأس، وإلا فلم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي بعد أذان الفجر سوى سنة الفجر، لذلك يمكن أن تجعلها سنة فجر وفي المسجد، ثم عندك وقت تجلس فتذكر الله عز وجل فيه، والمرء في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، فإذا قامت الصلاة وصليت الفجر في جماعة فأبشر فأنت في ذمة الله. صلاتك هذه أفضل من صلاتك منفردا 27 مرة، وصلاتك هذه وتأمينك خلف الإمام فيه مغفرة لك. للحديث إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقولوا آمين، أي معه وليس بعده، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قصة الرجل من السلف فاتته صلاة الجماعة لعلها كانت العشاء، راح يأكل أخذته إخفاء، قام توضى طلع المسجد صلى أو المسجد هذا صلى، ويلف على المساجد لعله يدرك مسجدا تأخر أو أطال الصلاة فيدرك معه الجماعة فلم يجد، فعاد إلى بيته حزينا. فاتتني صلاة 27 صلاة فلأصلينها 27 صلاة. فقام من الليل ما شاء الله يصلي العشاء 27 مرة، ثم نام ليرى في المنام أنه داخل في سباق مع جماعة المسجد ولكنه متأخر عنهم، فقيل له نعم صليت 27 مرة، نعم، ولكن أين أنت من التأمين خلف الإمام؟ منقب عظيم التأمين خلف الإمام هذا، وما أعظم فضل الله عز وجل على العباد. صليت الفجر والفجر ركعتان، وما جعل الفجر ركعتان إلا لطول الصلاة أو لطول القراءة فيه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما تقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في الصلاة تعجب لحالنا، وتعجب لمن فهم من أم بالناس فليخفف على هواه، فجعل التخفيف بمثابة النقل في الصلاة أو جعلها تفسيرا للمسيء في صلاته. يا أخي الذي قال لنا من أم بالناس فليخفف هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي بالناس، فكيف كانت صلاته؟ كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم؟ لست بالذي أمركم أن تصلوا صلاة معاذ بن جبل يقرأ في العشاء بالبقرة كاملة وفيه ورد هذا الحديث، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. متى ورد؟ لا
لما قرأت سورة البقرة كاملة في العشاء، شوف أنت تأخذ سورة البقرة في قيام رمضان والتراويح كم ليلة، وهذا أقرأها كاملة في العشاء. ويريد كمان من الأول، من أول الوقت، لا ده راح صلى ورا النبي عليه الصلاة والسلام مطمن وسمع كل القراءة اللي قرأها النبي، ويرجع من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجد قومه وبينهما ما شاء الله مسافة طويلة وفي وقت، وراح من الليل ما شاء الله من الوقت. بعد كل هذا يا معاذ راح تقرأ بالبقرة كاملة؟ أوه صحيح، يعني ده أنت كويس وقعت في إيد النبي عليه الصلاة والسلام. نجحنا بها معاذ يقرأ بالبقرة. أيوة لازم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له من أنبى بالنسبة يخفف. طب أنا إذا قرأت بالفيل يقول لي برضو من أنبى بالنسبة يخفف؟ وتيجي إيه اللي جاب البقرة 286 آية للفيل خمس آيات؟ هو ما الفيل أكبر من البقرة برضو يا مولانا، في إيه؟ هو إحنا هنا بنوزن؟ طب ما تشوف الحديث حديث أنس رضي الله عنه أو حديث عبد الله بن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بسورة الصافات. شوف المعنى، يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بسورة الصافات. الصافات ده أربع تربة حزب، يعني نص جزء، وإيه وفي صلاة المغرب، فما بالك بالفجر. يقرأ فيه ما بين 60 إلى 200 آية، فإن خفف فإلى 100، يعني رواية 60 إلى 100 ورواية 60 إلى 200. قلت لك إنه 60 زي سورة النور أربع تربع برضه، وإن كان 200 يبقى سورة آل عمران، سورة من السبع الطوال. صلى الله على سيدنا محمد. وطبعا ما في وقت احكي لك هدي النبي عليه الصلاه والسلام في القراءه ككل، اللي احنا مثلا انا لما بصلي ورا الامام فبقرا من الورد بتاعي، ما بكملش آية في الظهر في العصر، والمغرب بناخذ احنا اخف ما في القران. المغرب غريب يا مولانا وعايزين نخلص، ولا الحمد لله ده هنا رضا. ده الواحد يبوس ايده مقلوبه معدوله زي الجماعه اللي بيقعدوا يبوسوا دول، رضا قوي. عيشه فيه ربع من القران، والفجر فيه ربع من القران. ودي احنا كنا نحصلها احنا في تركيا، هو الجماعه اللي راحوا تركيا عارفين الصلاه هناك شكلها ايه. مش لاقي انا لعبه من الالعاب الرياضيه لغايه دلوقتي تحاكي الصلاه بتاعت الاتراك، عشان اقول دي جمباز، دي كاراتيه، دي شقلبه، دي مش عارف اسميها ايه. ومش لوحديهم، بس عشان انا ابتليت بيهم 9 سنوات ورا بعضيها. ان صليت عود الصلاه. لكن الحمد لله ربنا بدا ربنا كرمنا، يعني بشويه مساجد كده للعرب في المجمعات السكنيه نصلي فيها، بس برضه خلاص اعتادوا هم على التطويل. تيجي انت تطمن شويه يا على الكراهيه اللي انت بتراها في وجوه الخلق. والله لو انت بتجلدهم على حس ايه يعني؟ دي صلاه، لا انا موظف ولا انا واخد منك مرتب، يعني وبعدين مراعي المسائل، يعني ده انا شغال في الرخص الله ينور. طولت يا مولانا، مش عارف ايه يا مولانا، سنه واتركها يا مولانا. مره غلطت وقرات السجده والانسان من فجر الجمعه وحذر، وبصيت في الساعه لقيت نفسي واخد 10 دقائق في الفجر. ليه كده يا مولانا؟ ما بلاش غيري ياخد له ايتين قبل السجده وايتين بعد السجده. يا عمي بدعه، والله من البدع المفتراه، بلاش منها. ولا لما اجي اقول الاذكار اقول شويه ادعيه في التشهد، ايه ده؟ هو التشهد ده ولا دعاء والدين؟ والتشهد ده ولا اطعم عايش؟
طب ما احنا بنخلص التشهد بنقعد. ده فينا يا راجل اللي بيقول التشهد مرتين وانت لسه ما سلمتش ليه يعني؟ ما تطمن انت بتقول التشهد. وبعدين ده انا بحكي لك انه انت في وقت ربنا بعته لك، والنبي عليه الصلاه والسلام قال تخيروا فيه ما تشاؤون من الدعاء، وسن لنا ادعيه. انا امبارح قلت لكم شويه منهم اغلبهم، بس نسيت اقول لكم على دعاء حلو قوي سطر واحد بس وراه مليارات الحسنات. الدعاء ده بالذات يعني مليارات وسطر واحد. الامانه تقتضي ان انا اقوله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يكتب لك بكل مسلم ومسلمة حسنة من ساعة ما ربنا خلق أبانا آدم وأمنا حواء وإلى يوم الناس هذا، وربما إلى ما شاء الله. أهو سطر سطر واحد. وقلنا مثلا مع الأدعية دي ايه افضل أدعية القرآن؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مقفول خلاص خلاص. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ومش شرط تترك كل دول، يبقى لوحهم وزعهم على الصلاة. وفي النافلة خذ الدعاء اللي هو قال للنبي عليه الصلاة والسلام فيه السيدة عائشة رضي الله عنها: عليك بالجوامع الكوامل. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اختار من هذه الأدعية ما يفتح الله عز وجل بك، بل إذا لم تحفظ من هذا شيئا قال ادعو بما تشاء، ادعو بشسع نعلك، ادعو بملح طعامك، ادعو بأي شيء من خيري الدنيا والآخرة، فهو وقت استجابة وهو مفتوح. اختر من الدعاء ما تشاء ومن الثناء على الله ما تريد. بالتسليم سلمت انت من صلاة الفجر، بتسلم بعد الإمام وليس معه، عادة الشاميين والأتراك وبتوع آسيا ووسط وجنوب وشرق وغرب بيسلموا مع الإمام أو قبله.
التسليمة الأولى معاه والثانية قبلي، أنا بشوف كده بعيني، ما حدش قال لي. مع أنه وبرضه غير حكاية السبق في الصلاة، يسبق الإمام في النزول في السجود في الركوع، ليه؟ وأنت تسلم قبله؟ لا تسبقوا الإمام ولا تسألوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسألة سبق الإمام: أما يخشى أحدكم إذا سبق الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار؟ تخيل، يعني يجي يوم القيامة وبنها ودانه طويلة، ما بيفهمش. عندنا في حمير بتفهم. ليه اللي بيسبق الإمام معناه كده ما بيفهمش؟ ما أنت مش هتسلم قبله، ليه تسبقه؟ لماذا تعجل أنت بين يدي ربك؟ اصبر، الإمام يقول الله أكبر ابدأ بعده. إنما عندنا الإمام يقول الله يكون إحنا قلنا أكبر وجبنا تسبيحة. لا، طمن وسلم بعد الإمام مباشرة بعد التسليم من الصلاة، خذ شوية حسنات، شيء كده أقول لك بالإيه؟ بالقناطير، قناطير مقنطرة. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاة الفجر دعا قائلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثلاثة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علم أصحابه رضي الله عنهم أن يقولوا عقب صلاة الفجر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشرا. هنا عشرة غير بتاعة أذكار الصباح اللي هي فيها 100 وما فيهاش يحيي ويميت، عشرا. كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ورفع 100 درجة، وكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. العشرة دول بياخدوا دقيقة، دقيقة واحدة. مش زي اللي بيغنوا اديني من وقتك ساعة، ساعة واحدة يا حبيبي، لا، دقيقة واحدة يا حبيبي فيها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير، عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. طب أنت عندك رقاب فين الأيام دي تعتق؟ وحتى لو الرقاب حواليك، اللي هم الرقاب يعني العبيد، يعني لو حواليك في كل حتة هتعتق أنت رقاب؟ والله أعلم هيبيعوا العبد، هيبيعوا لنا العبد بكام؟ هنشتريه بكام ونعتقه لوجه الله؟ انت بتقول لا اله الا الله 10 مرات، الصيغه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، على كل شيء قدير، 10 مرات في دقيقه واحده، كانما اعتقت 4 عبيد ومن ولد اسماعيل، وتكتب لك 100 حسنه وترفع 100 درجه وتحط عنك 100 خطيئه. اي سبحان الله العظيم. وعندك بعد كده خذ ذكر خاص بالفجر وبالمغرب، بالمناسبة العشرة دول خاصين بالفجر وبالمغرب، مش في أي وقت تاني، مش بقية الخمسة، غير المية بتاعت أذكار الصباح وأذكار المساء، ودي بعد الصلاة مباشرة وأنت على هيئة الصلاة. قال في الحديث: قبل أن تحرك رجلك وقبل أن تكلم أحدا.
يعني لقيتني بخلص لهم قبل ما افكر اسلم على اخ حافظ وعزيه، لانه قال قبل ما اتكلم حد، قبل ان تكلم احدا. اما ما بياخدوش دقيقه واحده. عندك اذكار الصلاه معروفه، بس النبي عليه الصلاه والسلام نوع فيها. يعني اذكار الصلاه دي ما كانتش زي ما الناس بتعمل الايام دي، الجماعه برضه الاتراك والشوام مساجد الصوفيه ذكر جماعي وبطريقه معينه وحاجات كده، لا ما حصلش. ده الاذكار بعد الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام علمها لفقراء المسلمين اهل الصفه. قالوا يا رسول الله سبق اهل الدثور بالاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، الا انهم يتصدقون بفضول اموالهم، احنا ما عندناش اموال. قال الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم به غيركم وسبقتم به من سواكم؟ قال بلى يا رسول الله. فذكر له عليه الصلاه والسلام تسبحون الله دبر كل صلاة 33، تحمدون الله 33، تكبرون الله 33، وفي رواية دلهم على أنواع أخرى من الأذكار. وطبعا هذه وهذا الحديث ورد بصيغة مختلفة، اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عارفين زبد البحر قد إيه؟ أوه وعلى زبد البحر. شوف فضل شوية الأذكار دي، ودول برضو هاخدوا دقيقة. وبعدين زي ما علمهم ال 33 بالصورة اللي قلناها دي، علمها لهم على بعضيهم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33، علمهم صيغة أخرى تقول عقب كل صلاة سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، 30. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الحديث مع الصحابة، من منكم يستطيع كل يوم وليلة يأتي بألفين وخمسمائة حسنة؟ فين 500 حسنة يا رسول الله؟ 2500 حسنة؟ قال آه نعم. كيف هذا يا رسول الله؟ فراح قال لهم 10 مرات سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10، 30. في 5 صلوات 5 في 30 150، وهي عند الله بعشر فهي 1500. فإذا أتيت مضجعك فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فتلك عندك 100 وفي الميزان 1000 فهذه 2500 حسنة. تأخذ قد إيه؟ ما تأخذش. يعني ال 3 عشرات دول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ما بتكملش دي، وهتبقى مثلا الأخيرة دي اللي عند النوم برضو دقيقة. وعندك قال لهم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقال لمعاذ بن جبل إني لأحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدي اسمها يا اخواننا اذكار الصلاه.
دي لتكملة نقص الصلاة، وهذه طول ما أنت جالس الملائكة بتصلي عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يخرج من المسجد وما لم يحدث. فضل كبير. لما بيكمل الفضل ده بعد الفجر، بأنك أنت جلست قلت أذكار الصلاة، ما فيش درس، ما فيش خطيرة فجر، قاعد تقول أذكار الصباح. في خطيرة فجر زي دي، يبقى مجلس علم يقال فيه لأصحابه: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، نسأل الله من واسع فضله. تخيل في الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اللي هي ربنا بيديها للحجاج يوم عرفة، حين يدنو من عباده عشية عرفة ويباهي بعباده ملائكته ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي مجلس العلم بتاعنا تقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، تقول: يا ربي إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. واحد جاي يبص على الثاني، هو ماله، ما يتأخر لي ولا أي حاجة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وشوف الزهد في طلب العلم دلوقتي بقى عامل ايه، واللي بيقعد ممكن يبقى متضرر، والشيطان شغال له، الله ينور، نيم وينيم وينيم، وبعدين يقول نيم ولا ولا. فعندك أذكار الصباح حاجة عظيمة أوي، قناطير وقنطرة من الحسنات. طبعا أذكار الصباح مش كل الناس بتقول أذكار الصباح، ولا في كثير من الناس متعرفهاش، واللي بيقولوها أحيانا بيقولوا شوية الأدعية دول والسلام، إنما التسبيحات والحاجات الكثيرة اللي في الأذكار، عندك أذكار واردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تستغرق منك من الوقت ما شاء الله. أنت دلوقتي قلت قعدت شوية الأدعية دول اللي فيهم: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وفيها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، وفيها دعاء سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، الى اخر شويه الادعيه اللي انت المفروض بتكون حفظتهم من كثر ما بتكررهم. ويا سلام لما يبقى باستحضار قلب. طيب وبعدين خذ من أذكار الصباح الحاجات اللي هي بالميات دي، اللي تمسك طلع السبحة مفيش مانع، طلع السبحة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة. تقول: سبحان الله وبحمده 100 مرة، غفر له ما تقدم من ذنب. في سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، اللي هي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. في الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في إنك تقول سبحان الله 100 مرة، استقل كده تعدل 100 بعير حملتها في سبيل الله، ومثل ذلك الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. في كمان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. دي فيها إيه؟ العتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ورفع 100 درجة، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء
ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل زاد عليه. تخيل. بعدين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أبسط حاجة إنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة في الصبح وزي كذا بالليل مساء، أيا كانت الصيغة المختصرة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وأفضلها الصيغة الإبراهيمية اللي بتقولها في التشهد. وورد إنه سبحان الله العظيم وبحمده، كل واحدة تقولها يغرس لك بها شجرة أو نخلة في الجنة. سبحان الله العظيم وبحمده، أنت بس عملت 100 مرة سبحان الله العظيم وبحمده 100 نخلة في الصبح ومية في الليل، وكل يوم من باب تفريج الكروب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء سيدنا يوسف، سيدنا يونس. توحيد وتسبيح واعتراف بالذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت قعدت شوية في الجامع بتقول شوية أذكار، ومروح في البيت بتقول شوية أذكار، وبعدين لغاية لما يعملوا لك الفطار أنت قاعد تقول شوية أذكار، أنت عاوز تنام قاعد تقول شوية أذكار، لغاية لما تخلص أكبر قدر ممكن من هذه الأذكار. أنت في أوقات يسيرة بتجمع قناطير مقنطرة من الحسنات أحوج ما تكون لحسنة واحدة يوم القيامة. وهيجي وقت على ناس تستوي حسناتهم بسيئاتهم، عاوزين حسنة واحدة، ويلفوا على الأقارب وعلى الأغراب، الأقارب الأول يا أبي يا أمي يا أخي يا أختي يا زوجتي يا أولادي، أبدا نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. روحوا من نكل الله، مش عاوزين تدوني ولا حسنة، طب والله هلف على أهل المحشر. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى. حسنة واحدة قاعد يلف على أهل المحشر، حسنة قليلة بنعملها وكثير ولا حد يسأل فيه، وانت اللي هنا ضيع حسنات بالقناطير المقنطرة، وفين؟ مفيش شوية بين الفجر والشروق، وخد كمان قعدت للشروق طلعت الشمس راح تصلي ركعتين ضحى، فلك أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. أهو أهو شفت إزاي؟ وعمل الصالحات، وعمل الصالحات. وعندك الضحى بما فيها يعني صلاة ركعتين تجزي عن 360 صدقة. طب وأربعة؟ أنت في معية الله، يقول الله في الحديث القدسي عبدي صلي لي أول النهار 4 أكفك آخرة. شوف العظمة. كمان عندك الضحى مفتوح من ركعتين لأربعة لثمانية لاثناشر، أكثر من هذا جائز لحديث فليصلي ما شاء. يقول لك الصحابة كانوا يروحوا المسجد يوم الجمعة مبكرين يقعدوا يصلوا، ما كانش حد بعد وراهم، ما فيش مشكلة زي صلاة الليل برضو. قال له صلاة الليل مثنى مثنى. عاوز انت اكمل الهادي؟
يبقى التمني وتوتر بثلاث، وانت المسكين ما عندكش القرآن حافظه وما فيش غير تقرأ بالقصار، ويمكن معاك سورة إن أعطيناك الكوثر وسورة قل هو الله أحد، صلي بيهم حلوين بركة. قد إيه كانت فرحة النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الكوثر، وقد إيه قال على سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأنت معاك السورتين دول، يمكن رجل جديد في الإسلام، يمكن رجل أعجمي، يمكن أيا كانت، يمكن معك شغل دول، عايز تصلي في رمضان في غير رمضان في العشر الأواخر ليلة القدر، الله أكبر، والفاتحة والعصر والكوثر. زي ما قلت لكم حكاية اللي حصلت معاه في بنجلاديش، 23 ركعة العصر والكوثر، وهو فيش غير ربنا ما أنزلش غير العصر والكوثر. لما أنت وراك واحد من أهل القرآن، لا وإيه دوار من كتر السرعة. وبعدين يعني القراءة خفيفة والصلاة سريعة، وفي 27 يعني وليلة من العشر الأواخر التي ينبغي أن يجتهد فيها، هم خلص الحكاية دي في ثلث ساعة كده وعدت أول الدرس. الرجل الثاني صلى 23 ركعة في 7 دقائق بتاع ماليزيا، وجابوه في التلفزيون اتفرجت عليه، ويقال انه دخل في موسوعة جينيس العالمية. وشاب البرية ما يضحك، ولغاية دلوقتي اتفرج عليه في اليوتيوب وشوف الناس وراه بيعملوا ايه وهو بيصلي ازاي. هو ده المفروض حد يقول له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، بس مش شرط تكملوا الآية التانية لأنه صعب شويتين. إنما نزلت في الجماعة اللي قالوا ما أوسع بطون قرائنا وما أجبنهم عند اللقاء، فنزلت فيه. قال ده كنا بنتسلى في الطريق كده. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. توبة الفاضحة، براءة. فإيه اللي بيحصل؟ فالإنسان مثلا خلص الحكاية دي وصلى الضحى في يوم أجازة زي ده، مروح يفطر مع عياله، يوسع على العيال، يفرح بيهم، يفرحوا بيه، هياخذ ثواب على كده. وهو قاعد ما دام زوجته امرأة طيبة وصالحة يديها يأكلها، واللقمة ترفعها إلى فم زوجتك صدقة. عاوز يكتر حسنات وقاعد بقى قاعد يأكلها. عندنا سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه، وتكون عامله لك كده طبعا ملخيه، وتروح ماسك اللقمه وعاملها زي ودن القطه وتديها تاكلها لغايه لما تقول لك بس كده. بقول لواحد حديث النبي عليه الصلاه والسلام واللقمه ترفعها الى فم زوجتك صدقه، كان صعيدي من بلدنا، قال لي انا اكلها، انا اطفحها، تطفح السم يا راجل. ودي باين مطلعه عينيه، يعني دي خد موريه النجوم في عز الظهر. لذلك احنا يعني تلاقينا برضو بنقصر في السنه دي، ما مش على طول، مش كله يعني لا شوف ازاي، روح ريض جسمك شويه، خد حسنات. واحد عنده خيل يركبه ياخد حسنات، واحد بيسبح ياخذ حسنات، ركوب فرسك، رياضة جسمك، رميك قوسك، تأديبك ولدك، ملاعبتك زوجتك، كل ده كل دي عبادات وصدقات. وعدت وفطرت
تنوي بالإفطار بتاعك التقوى على طاعة الله، كل لقمة تاكلها حسنات، والبسملة في أولها والحمد لله في آخرها، واللي يقول الحمد لله الذي أطعمنا سقانا جعلنا المسلمين غفر له ما تقدم من ذنبه. على الدعاء ده؟ أيوه على الدعاء ده. ريح جسمه شوية، يريح قيلولته ياخدها بدري ياخدها وخري مفتوحان. زي ما في آية النور، يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، دي معروف، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وسابها لهم مفتوح، ومن بعد صلاة العشاء، دي محددة، فاللي من بعد قبل الفجر محددة واللي من بعد العشاء محددة. إنما حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، واحد خدها وقت الضحى، واحد خدها بين الظهر والعصر، بتفرق على حسب الأجازة والشغل والزمة. طيب ما هوش يوم أجازة، يبقى رايح الشغل، إنوي إنك تسعى على رزقك من أجل أن تنفق على زوجتك وأولادك أو على أبوين فقيرين، يبقى أنت مجاهد في سبيل الله. مجاهد الآن، مجاهد مش الصحابة رضي الله عنهم شافوا واحد بسم الله ما شاء الله فتوة كده كأنه يعني بيلعب كمال أجسام أو حاجة زي كده، ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله يجاهد معنا، ده هيبقى في الصف الأول، ده يحصد المشركين. قال لو كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، يسعى على أولاده فهو في سبيل الله، يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، في سبيل الله يعني نوع من الجهاد. فأنت راح تشتغل وهتاخد ساعات من الشغل، ممكن هنا في البلاد دي من 6 الفجر ل 6 المغرب، حمار شغل يابا، ما بيدهوش رزق إلا بالعافية، مرة يدوله نص ساعة، مرة يدوله ساعة، وفي ما يديش خالص، تلاقيه واقف كده على المكنة والسندوتش في ايده، ان كان اشتراه ولا مراته عملته له، بس باكله بالشمال، ايده اليمين شغاله في المكان، وبرضه يشرب كوبايه الشاي بالشمال، بس لما يمسك السيجاره بيمسكها باليمين. سبحان الله، لما انا من سنة 90 بدات انزل بلاد الكفر، بلاد الغرب دي، يعني هذه بتاع 33 سنة. فكان أول ما نزلت النمسا، وبعدين كنت معود نفسي لما أنزل بلد أحب أكتب حاجة عنها. جاتني الفكرة دي لما كان في أستاذ لي الله يرحمه مسك مسؤول مجلة الأزهر، وشافنا أنا في موريتانيا، هي يا دكتور عمر وإيه أخبارك في موريتانيا؟ ما تكتب لنا تقرير عن بلاد موريتانيا ونزله لك في مجلة الأزهر. طبعا لما تعمل بحث وتنزله في مجلة أنت بتاخد عليه ترقية كمان. لفت انتباهي لحاجة، والله فكرة حلوة، ولقيتني انا قاعد 2 سنين في موريتانيا اكتب عن موريتانيا في كل حاجه. ورحت ما بقتش بحث في مجله الازهر ولا حدش يعني اهتم، رحت منزله كتاب الاسلام في بلاد شنقيط بين قوسين موريتانيا. شويه وربنا ابتلاني رحت بنجلاديش، رحت كاتب الإسلام في بلاد البنغال بنغلاديش بين قوسين برضه،
ده بحث وده بحث. بعد كده أنا رحت بلاد الغرب، فعاوز أكتب كتاب برضو زي الكتب اللي عملتها دي عن بلاد الغرب، الإسلام في بلاد الغرب. اصطدمت، احنا جايين بلاد الغرب والناس اسكتوا اسكتوا، الإسلام جايبنا من بلاد الغرب، يا سلام. روح نشوف المسلمين في رمضان، الله أكبر، مفيش جوامع ولا مراكز إسلامية بتسعهم، ورجال ونسوان وعيال، ولا مؤتمر من المؤتمرات اللي بتتعمل السنوية دي على طول، الشيخ اللي جاي أكيد الإسلام جاي من بلاد الغرب، ما يعرفش اللي فيها، إنه يعني لما يحب يتكلم يخلي باله، وما يعرفش إنه حتى يوم السبت والحد الأجازة مش مستعدين يخلوه لربنا والخمسة للدنيا. فقعدت أنا كتبت كده شوية مسودات قاعدين عندي لغاية دلوقتي والله بخط إيدي. بعدين قلت الكتاب ده أنا مش هعمله ولا هكمله ولا هنزله، خلي الناس فرحانين فاكرين الإسلام هيجي من بلاد الغرب، يعني هنخليها تظلم خالص ليه؟ فالكتاب عندي، ولقيت آية في سورة محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، شرحتها في كذا محاضرة وقلت دي دليل عن الكتاب. الآية بتقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قسمت الآية على قسمين، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، واضحة ودي للمؤمنين. فهو الذين كفروا يا رب ما لهم؟ قال يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ده في الدنيا. طب الآخرة؟ والنار مثوى لهم. والذين كفروا، كفروا كل كفر من غير ما تحدد، يعني اي اي تي تي تي، انت عاوز تقول تيتات كتير يعني، ما لانه علمونا تقول الاخر يعني، انت لسه هتقول البتاع؟ لا خليها بتتيع. فوالذين كفروا يتمتعون، وربنا بدا فيها بالمتعه اللي هي سبحان الله، لقيتها جايه مع اول اسبوع الويك اند السبت والاحد، يتمتعون اتفرج عليهم يوم السبت والاحد، انتوا ادرى طبعا من الجمعه بالليل، ومن الجمعه بالليل انتوا ادرى من الجمعه بالليل، ويبدا السكر والعربده والغناء والرقص والدانس بالانجليزي وكده، بس ليله الاثنين ما يشربش خمر عشان في شغل، انما ليله السبت وليله الاحد يشرب، والسبت والحد ده بتاع المتعة. احنا كمسلمين مثلا السبت نروح نجيب شوبنج للعيال، والحد نفسح العيال، والخمس ايام شغل. طب والشيخ اللي قاعد علمنا الدين في المركز الإسلامي خليه، وايه اللي جاب؟ فلقيت يتمتعون سبت وحد ويك اند، ويأكلون كما تأكل الأنعام الخمس أيام بتوع الشغل. وبعدين بحكم يعني اللي أنا عرفته من الإخوة اللي عايشتهم شهورا، الحمد لله ما كانش سنين ولا حاجة، إزاي شغل يدي نص ساعة رزق أو يدي ساعة أو ما يديش، وارجع بذاكرتي يا أخوالي من ابن قرية، أرجع بذاكرتي لما كنت صغير، دي حاجات كانت بالنسبة لي زي الفاكهة، يعني حاجة بسيطة قوي بس يعني محفورة في الذاكرة، رايحين نسي الغيط بتاعنا. بسم الله ما شاء الله المية كتير
عندنا الساقية نركب فيها البقرة كم لفة كده، وشوف يمكن على نص النهار احنا ساقينا الفدان الارض بتاعنا. ليه المية كتير؟ فابويا شاور لي من بعيد، فك البقرة، فك البقرة، خليها تاكل الغداء بتاعها العلوقة. ايوه حاضر. توقف تاكل العلوقة بتاعتها هي مستريحة، عرقها ينشف، يلا ركبها تاني للساقية. ليه؟ عشان نكمل نص الارض التاني. وما شاء الله قبل العصر نكون مخلصين في عز النهار كده ومروحين. فليها رزق، دي واخده رزق ما شاء الله، وتقف تاكل العلوه بتاعتها. طيب في يوم تاني الميه قليله والساقيه بتجيب نص البتاع كده بالعافيه، وتبدا انت تسد هنا وتعمل هنا، المهم ما تفكش البقره النهارده. ليه؟ قال الميه قليله وعاوزين نخلص قبل الليل ما يليل علينا. اديها العلوقه بتاعتها هي وماشيه، هي وفي السعي. اروح واقف معاها حزمه البرسيم كده وهي عليها غمى على عينيها، ما بتدورش مفتحها، عليها غمى كده على عينيها، والاقيها تروح واقفه قدامي مفرمله زي السياره اللي بتفرمل في مكانها. تاخد حزمة البرسيم تكون كلتها واشترتها وتروح جاية واقفة قدامي تاخد اللي وراها لغاية لما تشبع وهي بتدور في الساقية. سبحانك يا رب، الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. اللي عنده رزق بيقعد يأكل، ما عندهش رزق بيشتغل، وهو شغال يأكل. نفس المنظر، وده ما يحدش يجيبه غير لما يكون ابن قرية وراح أوروبا. أضحك أنا مع أبويا الله يرحمه، ولا أبوه ابنك في أوروبا يابا، بلاه أوروبا يعني، يعني كأني بجيبها له بالصعيدي. وبعدين ألاقي كمان مع المعنى ده الحتة التانية بتاعت إيه؟ إنه الإنسان ده لما يبقى والعياذ بالله يعني ورد في الأثر كده إيه؟ جيفة بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل حمار بالنهار، كنت أشوفهم. آدي في الشغل حمار شغل. روح خليه يروح الساعة 6 وخد له في المترو شوية، وصل 7 وصل بتاع، تلاقيه قاعد وياكل لقمته، بعدين يتفرج على نشرة الأخبار، شوف الدنيا فيها إيه؟ على الساعة 8 8 ونص مطفي الشقة بتاعته ونايم. كان يا عين المسلمين ما يقدروش يعملوا كده لأنه لسه العشاء، لسه المغرب، لسه العشاء. فتلاقيه حاسس كأنه مقهور بس عاوز يصلي قبل ما ينام. إنما ده اتعشى ونام. تلاقي الشقة كلها ظلمت حوالينا كده بتاعت الجماعة دول. ويصحى على الساعة 5 عشان يخش الحمام، مش عشان يصلي الفجر، عشان يخش الحمام ياكل له لقمه ويلبس ومظبط حاله، 5:30 نازل، 6 إلا 5 قدام باب الشركه والمصنع، والدنيا ماشيه كده. فلقيت القران حكى لي الموضوع في نص ايه، هعمل الكتاب ليه انا ان شاء الله. والذين كفروا يتمتعون ياكلون كما تاكل الانعام، وكمان اداني الاخره بتاعتهم. والنار مثوى لهم. نسأل الله العفو والعافية. إخواننا لا، أنت كمسلم عندك، أنت في جهاد. أنت أثناء العمل أنت في جهاد. بس مش معنى أنك في العمل وفي جهاد وأنك تسعى على نفسك وعلى أولادك وعلى والديك وتاخذ حسنات كالجبال يجي يأذن الظهر ما تصليش، أصلاً أنا في عمل، أنا في عبادة. أيوة أنت في عبادة من 6 لـ6، لكن الظهر ده ليه وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. يبقى تصلي الصلاة كما ورد في الحديث بروايتين، أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أو الصلاة لأول وقتها. ويقرأ عصر في وقته.
وبعدين روحت وحتى مع مراتك مع عيالك ارفع التليفون صل رحمك، حد من الوالدين عايش يبقى لابد ياخد له تليفون في اليوم، حد من المحارم، دي عمه دي خاله دي بناتي دي بنت اخويا بنت اختي محارم، وزع، ما انت مش هتقدر تاخدهم كلهم. وبعدين اللي تهتم بيه قوي تليفون الامه او الاب، انما التانيين ان شاء الله كل اسبوع مره، في ناس ممكن كل عيد وكل مناسبه كده، صله رحم. انت بتاخد حسنات بالتليفون، نوع في الاعمال الصالحه، اقعد اقرا لك جزء من القران جزئين من القران، جاء من بعد العصر لغايه الغروب، لو في نهار الشتاء ما يقضيش اذكار المساء، انما نهار الصيف ما شاء الله بيقضي، واحد طول اذكار المساء، وجاء المغرب صليته في حينه، في درس علم اديك حضرته، ما فيش درس علم اديك بتاخذ لك في بين المغرب والعشاء جزئين قران. شوف انت بتقرا جزئين قران هتجيب كم حرف من القران؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام قال لك مقياس؟ من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى ثلاثة بثلاثين حسنة، ألف لام ميم ثلاثين حسنة، ده أقل حاجة، وتصل إلى أضعاف مضاعفة، يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، دي بتنطبق على كل القرآن. فتخيل أنت يعني قرأت سورة البقرة 286 آية، طب أنا ما أعرفش حروفها كام، أنت مش هتحسبها بالآيات، ده أنت المفروض تتحسب لك بالحروف، ألف لام ميم 30 أو ثلاث حروف ب30 ده أقل حاجة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله لمن يشاء، قانون عام ما تقدرش تخصصه، كما في الصلاة كذا، في قراءة القرآن، في طلب العلم، في الصدقة، في كل شيء. ولا حرج على فضل الله، قد لك جزء جزئين ما شاء الله، يبقى أنت بعدت عن هجر القرآن. في ناس بتجيب 10 أجزاء يعني كل 3 أيام بيختم، في اللي بيجيب 3 أجزاء يعني كل 10 أيام بيختم، في واحد مش فاضي حتى يحك في جلده يبقى جزء يختم كل شهر، أكثر من كده هيبقى هجران للقرآن. شوفوا عملوا الصالحات، وبدي لك نماذج من اللي كان بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته اليومية، والغاية لما يصلي العشاء ويكره النوم قبلها والسمر بعدها إلا ما كان في مصلحة، واحد بيعمل في مصلحة المسلمين، واحد طالب بذاكر، واحد في الدعوة، واحد في سفر ماشي، وبعدين خد عندك الليل ده بتاع الفسقة، عربدة بقى وكذا وكذا، إن كان في البيت مع التلفزيون ومع دلوقتي السوشيال ميديا، وإن كان زمان كان يروح السيمة ويروحوا ملهى ويروحوا المسرح وفي رقص وفي بلاوي، الليل بتاع الفسقة كده بتاع المسلمين بينام ويقوم يصلي، وإذا خلا كل حبيب بحبيبه وافترش كل واحد فراشه، خلوا هم بربهم وفرشوا وجوههم سجدا لخالقهم وحبيبهم، يصلي من الليل ما شاء الله، وأفضل القيام قيام داود، ينام أول الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه، يعني ينام نصف ويصلي الثلث وينام السدس الثاني وبعدين لغاية لما يطلع الفجر، أو عندك القيام ده ما شاء الله من أول الليل من آخر الليل من ركعتين لثمان ركعات لعشرين ركعة لستة وثلاثين ده غير الوتر، واحد قلنا ما عندهوش غير العصر والكوثر هات 120 120 دي بدعة، لا مش بدعة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، بس لو بيعرف يقرأ في المصحف يمسك المصحف ويقرأ
ويطيل القيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام حتى تتورم قدماه وتتفطر وتتشقق، واسمه قيام لطول القيام فيه. مش كده يعني سلق بيض، فده اللي يقدر يمسك المصحف. وبالمناسبة مسك المصحف في النافلة ماشي، في الفريضة لا. حد يسألني واحد بيصلي الفريضة من المصحف ليه؟ مش حافظ العصر والكوثر؟ مش حافظ الإخلاص والفلق والناس؟ صلي بيهم، إنما تمسكش المصحف في الفريضة. الفريضة دي اللي في النافلة هو خدناها من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أما ذكوان مولى عائشة عائشة من المصحف، كان في قيام ماسك المصحف ورجل بيحسن القراءة وعاوز يعمل ختمة ماشي، إنما تقرأ بما تيسر، ما فقرأه ما تيسر منه. هتلاقي في ناس ما كانوش حافظين جزء عام يبقى حافظين الاختصار. وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات كتيرة قوي. قاعد أنا بعصر في ذهني وأفتكر حاجات وحاول أرتب اليوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عشان أفتكر كان بيعمل إيه ويسوي إيه وكذا، لغاية لما ينام عليه الصلاة والسلام. وعندك آداب النوم، نوم على وضوء، نوم على تضع رأسك على ساعدك الأيمن أو ذراعك الأيمن، عندك في أذكار النوم الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، وتنفخ وتمسح ما استطعت من جسدك، وبعدين الأدعية، بسمك اللهم أموت وأحيا، ومثلا بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمه، إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا مرجع ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وبعدين خلصوا دول ولسه أنت صح، يبقى هتاخد شوية استغفار لغاية لما تنام، شوية صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مش أنت طول اليوم برضو في ذنوب ولا أنت معصوم؟ في، يبقى استغفر لغاية لما تنام، حاسب نفسك. طب أنا نمت وأنا بستغفر، تقعد الملائكة تكتب لك الاستغفار لغاية لما تصحى وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور، يبقى أنت بتذكر ربنا 24 ساعة حتى أنت ونايم. حتى لو نايم الملائكة شغالة بتكتب لك الذكر اللي نمت عليه. أنت متزوج ومعك زوجتك ما تنسهاش، تديها حقها، زي المرأة اللي راحت تشكي زوجها لسيدنا عمر، قالت له إيه؟ زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما أحسن زوجك، ليتنا كلنا كزوجك يا أمير المؤمنين، أقول لك يصوم النهار ويقوم الليل، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك فيه ويبارك له فيك. واحد قاعد جنبه أمير المؤمنين، هي مش جاية تمدحهولك هنا، هي إنما تشكوه، يعني صايم النهار وقام الليل يعني مش مديه حقه. قال له فهمت سؤالها؟ قال له عليك بالإجابة، لا روح يا ولية هاتيلي كوزك. جاي زوجها رجل زاهد عابد صوم النهار وقوم الليل، اسمع راجل انت، ما هو مش فيه ان لربك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لضيوفك عليك حقا، او لضيفك او لزورك، فاعطي كل ذي حق حقا، مش ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ الله،
فين حق الست دي؟ قال له بسمع عشان الصيام والقيام. قال له اسمع، كفايه عليك صوم الاثنين والخميس، صوم صيام داوود، صوم يوما وافطر يوما، والقيام ليه تاخذ الليله كلها قيام ان شاء الله؟ قم ونام كما يفعل النبي عليه الصلاه والسلام. وكان ينهى عبد الله يقول له لا تقم الليل فتترك قيام الليل. قال له كمان وعندك حل ثاني، الاسلام اباح لك اربعه وانت عندك زوجه واحده، اعتبر نفسك متجوز اربعه، الثلاثه اللي مش موجودين عمل افتراضي ان هم موجودين، فانت تاخذ الثلاث ليالي بتاعتهم قيام، الليله الرابعه بتاعت مراتك اللي معاك، يبقى انت كده في الاسبوع هتنام معاها مرتين. سيدنا عمر والله لست ادري لاي امريك اعجب، لفهمك سؤالها او لجوابك عليها، لان حلتها لها حل بسم الله ما شاء الله، يعني مرتين في الاسبوع دي حاجه حلوه قوي، رضا قوي عشان ما يشطرش بدري. طيب وانبسطت الولية وقعدت تدعيله. دي فكرتني وأنا صغير كده، مش صغير قوي يعني، كنت في الثانوية وداخل الكلية، واحد قريبي الله يرحمه قال واحد، وبعدين الراجل ده بيدخن وفقير، بيجي عند الشيخ القريب هذا عشان ياخد الصدقة كل شهر. قال له لو سمحت يا مولانا علبة كبريت بس. قال له ليه؟ قال له ولع سيجارة. قال له ادي لك كبريت تولع في نفسك. قال له لا مش هجيب لك علبة الكبريت. ما كانش حتى لو النعاب طلعت زي الناس او طلعت ما انتشرتش. قال له لا. قال له يعني حرام عليك يا مولانا لو جبت علبة الكبريت؟ قال له ايوه حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، السجائر دي حرام، وأنا أديك كبريت تولع يعني أنت تقعد تدخن تاخذ مزاجك وأنا آخذ وزر على حسابك؟ قال له بالله يعني مجرد تجيب لي حبة الكبريت دي حرام؟ قال له آه. يا سلام. قعد كده شوية قال له طب اديني علبة الكبريت يا مولانا دخلني الحمام. دخلوا الحمام وخد علبة كبريت، خد علبة السجاير فركها كده راح مولع فيها وقال له توب على يديك يا فضيلة الشيخ. الراجل ده كان بيته ما فيش فرش، ما فيش عفش، ما فيش ثلاجته، ما فيش. بدأ القرش اللي كان يصرف بيه في السجاير، انا بحكي لك حاجة في السبعينات، القرش اللي كان بيصرفه على السجاير بدأ يعزم كل شهر، بقى يبقى عنده مبلغ ثمن علبة السجائر اللي كان بيشربها، وهو الذي يتصدق عليه يروح يجيب بيه حاجة في البيت، يعمر البيت، يجيب له كنبتين، جاب تلاجة، جاب مش عارف ايه. بدأ بعد ما كانش يفكر يروح عند الجزار غير يقول له السلام عليكم موعدنا الجنة إن شاء الله، بقى يروح يشتري لحمة، بقى يروح يشتري خضار، بدأ يأكل، بدأت ريحته تبقى حلوة، نفسه بقى كويس، بدأ كمان يتقوى بدنيا وجنسيا. وإلا مرات الراجل جاية بعد شوية معرفش شهرين ثلاثة ورفع إيديها بس مش عارف يا ربي مش فاكر، خلعت بشعرها زي ما بيعملوا عندنا في الصعيد ولا لا، وقاعدة تدعي للشيخ، تدعي للشيخ الوقريبي ده الله يرحمه. أتاني الراجل قام بالواجب مية مية، فبسم الله ما شاء الله بقت مبسوطة قوي. والشيخ خد من الدعاء ما يكون في ميزان حسناته إن شاء الله. فأنت عارف الموضوع ده حق، حق إن لزوجك عليك حقا. احنا عندنا زوجات محرومين منهم، يلا حسبنا الله ونعم الوكيل في الظلم، كل ما يطلعوا المطار يرجعوها 10 سنين، مش 10 ايام ولا شهر ولا سنة. المهم
وروح النبي عليه الصلاة والسلام كمان يعلمنا هدي وسنن في الجماع. إنك أنت لما تيجي تنام مع زوجتك تيجي تنزع الثياب يبقى باسمك بسم الله الذي لا إله إلا هو، أنت وهي، عشان ما حدش يتفرج عليكم من الجن والشياطين. ولما تيجي تأتي زوجتك بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لا يضره الشيطان. شفت إزاي؟ اللي ما بيقولش الدعاء ده بيحصل ايه؟ يأتي الشيطان فيطوي إحليله على إحليله ويجامع معه، فإذا قدر بينهم ولد يبقى بذرة شيطانية. لذلك كنت أسمع الناس الكبار عندنا يلاقي العيل متعفرت وهو صغير، هيا أنت بذرة شياطين، أنت أبوك ما سماش. الناس الكبار عندنا ما حدش يقدر يقول للعيال اللي هنا دلوقتي حاجة، دول يعني بيعملوا اللي عاوزين يعملوه، حد يقدر يقول لهم حاجة؟ ده حتى عيالنا مش عارفين يقول لهم حاجة. ممكن يطلب لك الثلاث أرقام اللي هو حافظها، اللي ما عملتهاش أمه تعمل يعملها الوالد. إنما ده إيه يا أنت؟ الله يشكله أبوك ما سمى. في مرة واحد قاعد يحاول يفتكر الدعاء اللي علمه له الشيخ، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مش جاي معاه. قال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين. يعني زي الرجل قال له المرأة مركوب الرجل، ومن مس مركوبه فليغتسل. أضحك الله سنكم. يلا طولت عليكم قوي. ما بقتش خاطرة ولا محاضرة دي، معلش ما هنبقى أصلا، أنا لازم أشطب سورة العصر إن شاء الله قبل ما أمشي. يبقى كده نعتبر خدنا وعمل الصالحات، ويبقى لنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندنا بكرة الاثنين إن شاء الله، ويمكن صبح الثلاث كمان، فالله المستعان. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. يا رب يا رب يا رب ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا رب أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك، أحسن خاتمتنا، استرنا بسترك الجميل، سألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، قنا عذاب النار، قنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لنا في عبادة انت نسيتها خالص تقول لنا عليها، في عبادة انت نسيت تقولها لنا.